هاي جايز، شلونكم؟ مرحبا بكم بقناتي مره ثانيه. انا طبعا عند نور. اليوم راح نزين شجره الكريسماس ونحط الديكوريشنز مال الكريسماس عندهم بالبيت، فحبيت اصور لكم ونشوف لكم شنو راح نسوي. حاليا الاخت هناك تدور لنا على اغاني. ايش حتحطين؟ اكيد حتحطين وائل كفوري. زين برشي حظلمتيني. باي ذا واي، راحت هي للكونسرت مال وائل كفوري. تعالي قولي لهم شلون طلع، انه واحد خايف ما تونست. اول شيء الصوت ما كان واضح، first of all. second تقريبا just one hour ساعة بس. تخيلوا ايش قد دفعتي على التيكت بالله؟ تخيلوا وراء ما هالقد دافع فلوس، والله العظيم يعني ماي تيكت وتيكت ماي هازبند $1000. حيل $1000 دفعوا على التيكت ويدوب طلع ساعة. لما طلع انا that's why like انه ضايقتي؟ لا طلع من غير مثلا good night, thanks for coming and these things. لعبك من ورا خشمه جاي يغني. اني هذا in the mid of a song he was like yeah he said something like this. وبعدين انه حكى شكرا وما شكرا. ايه بعدين لا والله كتر خيرك قولي لي. كيف سانجي وبعدين هذا ليش اني ما احب وائل كفوري؟ هاي وحده. ثانيا مستحيل ادفع حلقه تيكت على مغني. سوري بس الويك اند، اني اعشق ذا ويك اند. لو الويك اند ممكن بس ما لك. أنا مبتوب لأنه على راس السنة جاي وليد الحلاني ابن عاصي الحلاني. إيه؟ ودفعنا على كل شخص $300 ورغون. والله جاي. مع نفسكم هذول حيوشلون على كل هالكونسرت. عزيزتي أنا كل نيو ييرز بكندا أقضيها بالبيت، ما أطلع من بيتي نهائيا at all. anyways so خلينا نبلش بالديكوريشن لأنه أريد بس أخلص اليوم، ميتة تعب، فبس أريد هيجي نخلص الديكوريشن ونقعد نرتاح. So, first اوه هذه جاي، شوفوا هذول العمو هذا وهذا هم مال كريسماس. هسه نور بس بدها تحط السكيرت هاي جوا. طبعا مريم رح تنزعجي مني لان كل شوي شو وين رايحه؟ اي اي فظيع. او ماي جاد، هي هذه مخبله مال نظافه باي ذا واي، يعني والله العظيم مخبله مال نظافه، يعني قبل شويه مسحه كنست وهسه هم. طب خلينا نخلص كل شيء وبعدين يلا شو اسمه. لا والله بالعكس، يور ايز كان سي كان سي كل دعبوله موجوده بالقاع. جايز شوف الاورجنايزيشن سكيلز مال نور. طبعا العام كل هذول الشغلات اللي جابوها كانت اشياء جديده، فيعني والله عاشت ايدك. حبيت انه شلون حاطتهم كلهم ببوكسات بيض بيض بوكسات حمر. هاي انت هم هيك مغلفتهم تتشاقين. لا انت يعني صدق تو ماتش اورجنايزيشن. اذا اريد ارتب فشي بالبيت يا انت يا وضحها اجيبكم. I love it. I enjoy doing that. يعني شوف حطتهم كيف انه باشياء وبوكسات. والله او ماي جاد نور، والله عافية عليك، يعني كلها مغلفتها ومرتبتها. إلك خلق كلش. اه اي لاف ها. طبعا بدنا نصور لها النور ريل. اكيد يعني هسه يكون الريل نازل. خلصنا من اول بوكس، فتحنا كل الغراض. سو او ماي جاد كل هذول زباله، بس قاعد اشوف الغراض ايش قد حلوه. اتس سو كيوت. هم الثيم مالتهم از وايت اند جولد. حبيت. ميري كريسماس. انت قاعد تشوفوا تخاف تخرب شعري. بابا نويل لوك. لا لا انا منظري نو يو نيد تو وير ات. ما هو انا خايفه تخرب لي شعري. نو ات دازنت جو تو ذا واش روم. يعني عامله تسريحه تلزق بزق في اي حركه. Are you sure this is the right way?
بس هم wearing it like. طب ليه طالعة كيوت عليك بس for me. قولي واشرب. It's okay. لأنه أنا رافعة شعري لازم واحد يكون منزل. يلا يلا حلو. قلت لكم من أشيلها راح تخربط لي أبو شعري. ها أها رجعت التسريح. غزالة وشجرة. جايز شوفوا الجريمة اللي أنا سويتها. حرامات كسرتها بالغلط. وتخيلوا هاي جديدة هسه مشتريتها. جايز سوري نور مثل هذه. تخيلوا اي والله راح انكسر الشر مثل هاي خطية. اسمع خليني ابعد عنها. اه حرامات سوري بيب. والله هاي دايسن فظيعة. نا حطيت yeah. والله كل شيء يعني وفرته هنا منها. جايز حابه بس اذكر يلي ما مسوي لي فولو على الانستغرام والسناب شات والتيك توك بليز لا تنسون تسوي لي فولو على ماتي السوشيال ميديا بلاتفورم. واللي ما مسوي لي سبسكرايب على قناتي بليز سبسكرايب. لاف يو جايز. هسه احنا قريب ما نخلص. حطينا كل الاشياء والديكوريشنز مال الشجره. almost done ما بقى شيء. بس بقى هذول الشغلات الاكسسوارز نحطها حول المكان ونكون خلصنا. ييه شوفوا هذا المكان ايش قد حلو سويته نور. سو كيوت. This table, I'm gonna get Christmas flowers. I already ordered them. I'm gonna get them next week. لا تخليها خليها هنا. حلو هاي على هذه على هذه. That means you know me, Maryam. So Vicky, that means I'm gonna get more decoration. لا don't get more decoration. أنت ثانية already موجودة. لا بس لحظة مو كش حبيتها. انتظري. Can you wash it if you try to sit down? لحظة أنا قاعدة. إذا أنا قاعدة إيه مبينة بس ما حبيت الشيء اللي وراها. عرفتي؟ اه اها ولا مبين. والله البنت فظيعه والله. ايوه هيك حبيتها اكثر. Yeah, I like it like that more. And maybe they got it for me as like our first. اه كيوت. لا لا عاد اسمع ايش اخليها لهاي. جايز شوفوا ايش قد حلو هنا الميري كريسمس. حبيتها هنا. I'm getting like the flowers here. Should I change anything? لا 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 خلي هذاك السكشن. ركزي هون. ايوه خلاص. بشغلي لنا الشمعة. حبيت ريحتها. لا لا خليها شمعة على الطاولة بالضبط. ايوه هون سيبيها. That's it. I like it. قريب ما نخلص. شوفوا هذول ايش قد كيوت. لحظة لحظة. Oh my god. خروف والبيبي ماته. شوي بعد طلعيها اكثر. راح الخروف. وقع الخروف. فطس الخروف. جايز جايز اخر الاحداث اخر الاحداث. نور سويت جريمه. يعني مو بس ثاني مو بس ثاني. او ماي جاد. عبالي بس ثاني اكسر لان والله يعني ماكو مكان اروح بيه اذا ما اكسر فشي قزاز. شي جلاس على ما ادري شنو. There's always something. كلش بسرعة. دام حرام. اوه ماي جاد رجعنا على الدايسن. مرحلة الدايسن المرة الثالثة اي ثينك لليوم. اوه والله يمكن دست على فتشي. اوي رجلي نو شكلي دست على فتشي قزاز. مع الاغاني يعني رح نام. واو نور عاشت ايدك. خلينا نحط الاثنين يمكن.
لا اسم اغاني عراقيه مستريه. اي بعد راح نضيف لها اشياء بس حاليا يعني عموما هذا هو منظرها.